عودة من بعض الفاصل مشاهدينا، وأكيد من سر الخلطة وبشهر رمضان المبارك، نحن الفول بالزيت للي موجود معنا هون صار جاهز. أوه في خبركم شو هالريحة الحلوة هون، البصل والثوم والكزبرة المعمولين بزيت الزيتون، نحن ضفنا عليهم الملح والفلفل، وفينا كمان نضيف إذا بتحبوا شوية عصير ليمون تعطيها النكهة الطعم. هون نحن كمان هذا الطبق فينا نخليه 3-4 أيام بالبراد وأكثر، هيك بنتلذذ فيه كل ما طاب كل ما طال كل ما طال. أنا هون جهزت له صحن السكب كمان لون أخضر من لون الفول الأخضر، يا سلام. كمان هون رح نقص الليمون، زين الصحن ندوكر هون. لكن احنا نقطع الليمون ونزين الجاط كمان. هنا صار الطبق جاهز للتقديم. وصلنا هلا مشاهدينا للطبق الاخير اليوم الحلو. نحن اليوم عاملين نقوع او نقوع الخشاف كما يقال. نحن عندنا هون عصير القمر الدين. هلا فينا نجيب قمر الدين مكثف ونخففه بشويه مي، وفينا نجيب كمان قمر الدين بيكون هو ملفوف بقطع كرتون خاصه ونقعه مي سخنه، وهيك بنحصل على هالسماكه المطلوبه. بس نحن لازم نرخيها شوي اكثر. هون اذا لاحظتوا هيدا قمر الدين المكثف، رح ضيف انا ربع الكميه مي، ورح ضيف كمان ماء الورد، ريحته كثير حلوه ماء الورد، وماء الزهر، ونحركهم كثير منيح. طبق شهي جدا ومغذي، وخاصة مع الموارد والمزهر بيعطيه عطر. فينا نحط كمان عود قرفة بيعطيه رونق كمان. هون أنا هضيف الصنوبر، رح ضيف فستق الحلبي، كمان رح نضيف هون رح نستعين خشب البيضة، رح نقطع الخوخ إلى قطع صغيرة. هون كان الخوخ الأسود المجفف، فينا نحطين كمان، فينا نحط مش مجفف هون، فينا نخليها مثل ما هي، وفينا نقطعهم إلى قطع بهالشكل. وهون كمان إذا في حال تركني بالبراد يومين ثلاثة بيكون أفضل، الفواكه المجففة بتنفش. عندنا هون كمان نحن الزبيب الأشلميش، كمان بنحركهم. أوه والسماكة طبعا غير شكل. هون نحن بدنا نسكب هالنقوع ما في خبركم ريحة الموارد والمزهر كيف عاطين ريحة ولا أطيب. هون نحن رح نقلبكم الأطباق تشوفون، نرجع نظبط المطبخ يكون كل شيء على أصوله نظيف مرتب. دائما النظافة واجبة مشاهدينا، بتريحنا بشغل المطبخ. هون أنا رح امسح الطاولة، يا سلام. هون نحن بخدمتكم دائما مشاهدينا، وأكيد هالأطباق اللي شفتوه قدامكم اليوم. نذكركم شوي بشكل سريع عنا مشاهدينا، نحن عنا عملنا اليوم البامية، بامية بالدجاج وليس باللحم يعني بالفراخ.
البصل والثوم والكزبرة والدجاج أو الفراخ، وضفنا عليها البيم اللي قلناها بالزيت مع عصير الطماطم ومرقة الفراخ والملح والفلفل والقرفة الناعمة، وأكيد إذا بتحبوا عصير ليمون بيطلع غير شكل من بعد ما غنيناها كتير منيح وأخذ الخواص بعضه، طلعت اليوم أطيب يخني أو طاجن. كمان نحن على السلطة الطيبة مع الزعتر الأخضر لها مذاق رائع جدا، أما فول الأخضر كمان له مذاق ولا أطيب من الكزبرة والثوم وعصير الليمون، وزينة ديما بتزين بالحامض أو الحامض ليمون، فينا كمان زينه بالخس إذا حبيته، بس خليه على طبيعته لأنه فول أخضر معروف أنه لونه أخضر، مش هيك نحن كمان قدمناه بالطبق الأخضر اليوم. أما النقوع الشهي اليوم اللي كان عندنا له مذاق رائع جدا نسبة للمورد وللمزهر، وأكيد الفستق الحلبي والصنوبر والمشمش المجفف والخوخ المجفف والزبيب، وفينا نضيف عليه التين، وفينا نضيف عليه كمان أشياء كثيرة نتلذذ فيها من لوز من كاجو من قلوبات عديدة. يعني اليوم مثل ما شفتوا مشاهدينا فكرة كثير حلوة تحت ست البيت بشهر رمضان المبارك، بتاخذ هالأفكار الحلوة. شكرا لكم مشاهدينا، على أمل أن يكون اليوم عندكم إفطار شهي وصيام مقبول يا رب. نلتقي معكم بكرة، إلى اللقاء.